ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. إن الله ييسر العلم له ويسهل له وسائل العلم، ويمن عليه بحفظ العلم، ويمن عليه بفهم العلم، ويمن عليه بالعمل بالعلم، ويمن عليه بالأسوة الحسنة في العلم، ويمن عليه بأن يهبه من الناس آذانا صاغية وقلوبا واعية. ذكر في سر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه لما درس على أهل العلم في زمانه في الحرمين وفي نجد وغيرها، وكان آخر مطافه في البيت الحرام، كان في بيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم البيت الحرام، وأراد أن يرجع إلى نجد ليجدد دين الله عز وجل فيه، جدد الدعوة للتوحيد، وكان الناس قد غفلوا عن التوحيد وأخذوا بمناهج أهل الشرك، أنه وقف بالملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة شرفها الله، وسأل الله تعالى أن يهبه من أهل نجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. وانظروا إلى اليوم هذا، وانتشرت دعوته رحمة الله عليه في الآفاق، وما جاء من بعده من قام مقامه في الدعوة إلى التوحيد، كما قال أبو السمح رحمة الله عليه إمام الحرم سابقا: لهفي على الإسلام والإيمان، لهفي على نور الهدى القرآني، لهفي على الشيخ التقي محمد شيخ الوجود العالم الرباني، من قام في نجد مقام نبوة يدعو إلى الإسلام والإيمان، حتى غدت نجد كروض مزهر تختال في ظلل من العرفان. انظروا واحد فقط كيف نفع الله به، كيف هدى الله به الخلق من جميع جهات الأرض، ولا يذكر التوحيد بعد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، التوحيد الخالص إلا ويذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأنه تكلم على التوحيد تفصيلا، ونبه على الشرك تفصيلا، وسدده الله عز وجل، وألف الرسائل المختصرة والمصنفات النافعة في بيان هذا الشأن، وسهل العلم إلى صغار المتعلمين وعامة المسلمين، واختصره للطلاب العلم والكبار بشكل عجيب عجيب جدا يعني في آخر الزمن. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما وصارت همته في حفظ دين الله جل وعلا ونشره وهداية الخلق إليه، فإن الله تعالى يعطيه ويسر له الأمر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الغنيمة، أنك تكون في طريق الجنة وأنت حي، ومعنى ذلك أن الله تعالى يمن عليك بالتثبيت حتى يختم لك بالخاتمة الحسنة، نسأل الله ذلك، فتلقى الله تعالى وأنت قد رضي الله عنك وقد أبقى الخير في ذريتك ونسلك. إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت ويدعوان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، يعني من ذريتنا، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. انظروا كيف الصدق مع الله عز وجل. أما أن يكون العلم الشرعي آخر ما يفكر فيه الإنسان وآخر ما يخدم فيه ويبذل فيه، هذا والله غفلة، وهذا والله حرمان، وهذا والله إعراض، وهذا زهد في الآخرة.